يمشي كيدخل الجامع يصلي ما تتبيح هو ايه كبر كيدير في بنادم دابا تيصلي ملي يسالي الصلاة كيخلط في عباد الله ابني هنا قربني هنا مشاهدينا الكرام مرحبا بكم معنا مرة أخرى كنتواجدوا في مدينة سطات في قصة غريبة شاب في مقتبل العمر قدر بطريقة إجرامية أنه يرتكب جرم خطير عرض مجموعة من الشباب للضرب والجرح بالسلاح الأبيض وحتى الناس المتقدمين في السن من بينهم با الجلالي يومين وهو تيرتكب في هذا الجرم اللي جا قدامه كيضربو القمة في الغرابة هذا الملف غادي نشوفوا القصة مع با الجلالي با الجلالي انت دابا حدا السبيطار هذا ضرب بزاف هاز جنوي كيفاش كيدير هذا وعلاش دار هذا الشيء وشكون هو واش من دوار هذا دابا دوار الحوادة اييه ودابا في الاول بدا بواحد الراجل اللي ساكن حداه جارو دخل عليهم الجنوي كاين الدريه طلع برك فوقه دريه صغيره ملي سمعوا الدريه غوتات خرجوا جا خالها بغى يدخل عمها بغى يدخل ضربوا راه في السبيطار دير عمليه ضرب اليد بات هذاك السيد اللي دخل عنده صافي هرب الغد بدا فينا احنا بدا في الدراري شحال من دري ضرب؟ ضرب ثلاثة دراري وبنت صغار صغار وعاد انا وعاد واحد اخر تاهو يجيب الحليب طيحو من فوق الموتور وتاهو نغزو هنا سمعت دابا شي دراري هنا حدا السبيطار قالك شي 12 كلهم اللي جا قدامو كيضربو لا هادو هما اللي كاينين يعني المجموع كامل شحال شي ستة اللي شفت بعيني اللي شفت بعيني كاينين ثلاثة وبنت وانا وهذاك السيد الاخر هي ستة ستة فين ضربك انت بو جيلو؟ ضربني هنا ضربني هنا انت وليداتك في الدار البيضاء اه وليداتك في الدار البيضاء آه ما قدرتي تقول لهم والو ما قدرت لا مدوى معاك ما والو جال عندك شنو هز هو شنو هز اه شنو هز في يديه واش كيضرب انا انت صباحا كيجيو ولاد المدرسه كيجيبوا البيكالات كندخلهم البيكالات عندي المحل تيخرجوا كيديوهم وخرجت حليت الحانوت هذا ورقت هنا تنزل عليا من اللور شي حاجه ضربك بها اه ما موت ولا شنو ما عرفتش واش موت حجره اللي تلاقيتي مع الوالدين ديال الدراري والناس اخرين شنو عاودوا لك باش كيضرب هو والدري تولنا قال لي ضربني بالموس واحد راه في خطر دابا هو من الدوار اللي عندكم تما من الدوار ما سولتيش عليه واش بعقله ولا مريض ولا بعقله وعلاش دار هادشي؟ شكون اللي عرف؟ مشاهدينا الكرام لتنوي الراي العام اكثر في الموضوع حنا على جد مقربه من المستشفى ديال سطات مجموعه من العائلات تصدموا بهذا السلوك الاجرامي اللي ارتكب هذا السيد سواء ولا في الاطفال ولا في الشباب ذكورا واناث ولا في الناس المتقدمين في السن من بينهم با الجلالي هو مخيط الودن والراس ديالو القمه في الغرابه هو مسكين ما قدرش يقولها لوليداته باش ما يتفاقمش الوضع ولكن الوضع ديالو الله اللي عن به وكيفاش كدير با الجلالي دابا في الدواء وهذا الشيء وكداوى ولا اش كدير؟ وباقي لا غنقول بسم الله وما كاتبين لي انا وهاد الورقه ديالاش؟ هادي سرتها فيك غندفعها ديال الجدرميه؟ اه هو دابا شدوه ولا ما شدوه ثلاث ايام وما كيمشيو يجيهم يشدوه ثلاث ايام يقلبوا عليه وكيضرب ولا دابا كيدخل ملي كيمشيو كيجي للقهوه يدخل كيمشي كيجيو يقلبوا عليه ما يلقاوش يمشي كيدخل للجامع يصلي هاد التبيح هو ايه هكاك وبرك يدخل في بنادم دابا تيصلي ملي يسالي الصلاه كيخلط في عباد الله مشاهدينا الكرام والله العظيم من القمة في الغرابة مثل هذه السلوكيات صراحة تحز في النفس دراري كيقراو في المدرسة مضروبين بهذا السلاح الأبيض
با جلالي متقدم في السن، عنده محال على قد الحال، مسكين ما قدرش يقولها لوليداتو، القمه في الغرابه مثل هذه السلوكيات. مشاهدينا الكرام، سوف نبقى متتبعين لهذا الملف وسوف اوفيكم بالجديد الى توصلنا بطبيعه الحال عائلات ناس اخرين. من هو هذا الشخص وما هو سبب هذا الفعل الاجرامي، ولماذا القمه في الغرابه حسب التصريح ديال با جلالي؟ تيمشي للمسجد كيصلي كيدير العباده بطبيعه الحال، ولكن له رأي آخر في الشارية، وهذه هي القمة في الغرابة. مشاهدينا الكرام، تعليق المواطن، شكرا لكم.